عمان تشير السوقي يميد قلها وفشي قرن كصوماليات وقامني رئيس الوزراء محمد حسين روبلة كان كوبن مدحوني عشر دولة قبلادية دالكا يسيد قل قدوميها قبل كبنادر وحنا كلنا إلى قاتين وكل هذا باشا عالمك وأيمان تبلن صناعين وحاء وهرين دي ردة رئيس الوزراء صومالي وكلن كفري وصاري أهمية إلى هذا هاي كلن كان يسيد مهم وتهي إن باش عالمكو أي قيبك قادتو هرقلين تدور شدا مركا اعتماد أريمه أمنيقا وحاوكوات كي إن عيدة مدى أمسهم أي قيب لي راح لكا قاتان للدقالك أرقاق حسدا يو عرقلا ده هاي كدون إيان إن هاي دور شدا كو عرقلا ده إيان وحانا أو شاقي إن حلقان أي مهم تهي إن دمان دولة قبلة ديادة يو عيدة مدى أمنيقا يو أمسهم بايسكا كاشدان للدقالك الشباب وحاطنك كله وكهد لي أريمه دقالها يرجلين تدورشوينك وحاوشي جاي إن أي دقالة الآن تد أنا نوحد لو ذكرين وحاوشي جاي قريبكم يا دقاله أي بلن قادين بشدة عالمكو لكن إن بدن دقالها سكمة عيد منتهي لو نبهاي هي إن دورشة داسي سي أي قبصان تو حل جدي إلا جمرمان تهين بشدة عالمكو أي كوي أبوهان العق si doorashada si loo hirgeliyo taaso hadii aan la helin caqabad weyn ku iman karto hirgelintii doorashada sidoo kale rais wasaaraha waxa uu ka hadlay arimaha u qabsoomay doorashada iyo horumarka laga gaaray waxa uu ka hadlay arimaha gobolka gadood iyo arinta dib u heshiisinteeda oo meel fiican maraysa waxa uu ka hadlay arinta gobolka hiiraan oo uu sheegay inuu isaga shakhsiyan maaragtay arintaas uu istaagi doono waxa sidoo kale rais wasaaruhu uu sheegay in ay laga marmaan tahay إن دور شدن أي كل عداسي وقت جذيئة وحوش إن عيد كلا دون الله هذلين إن الله هذلين جديد دور شو ينكا إن الله فريستن ميدقوم مشرحين تا وفلا يقول ماذا إن سيس عن دونا وحبي وحوي إن أي كسب بيح دونا وحوش إن إن عهوينكا قندوز مرك اعتمادنا دمان مدحوين يا شيء سيدو كلام شكا هذل سقبة وحي أتكيان إن أي قندوز حلس كسار دونا هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland